وللحديث عن تداعيات فاجعة العبارة في الموصل معنا من فيينا الصحفي والإعلامي العراقي زياد السنجري. أهلا ومرحبا بك أستاذ زياد. بداية، هناك حديث عن نتائج أولية للتحقيق بالحادث تعز الأسباب لأخطاء فنية في ظل نفي اللجنة لإصدارها هذا القرار، يعني كيف تقرؤون هذا، خصوصا أن التقرير الأول ظهر في صباح اليوم والنفي ظهر متأخرا جدا في الليل؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين. مساء النور. الحقيقة أهل الموصل حالهم حال بقية العراقيين، حدثت هناك فواجع كبرى في كل أنحاء العراق. نعم. حدثت تفجيرات وإهمال وقتل، ولكن نعرف جيدا بأن كل اللجان التي تقوم الحكومة بتشكيلها هي لجان الحقيقة تسوف من الأوضاع والتوف من حقيقة أن هناك إهمال وهناك حالات تعمد لقتل المواطنين. نعرف جيدا أن سبقت هذه اللجنة لجان شكلت من لجنة تقصي الحقائق رفعت تقاريرها، لكن البرلمان رفض قراءتها كون المتورط في تلك المشاكل والتفجيرات هما ميليشيات تابعة لتلك الكتل. هناك تفجيرات في القيارة، في تل عفر، في الجانب الأيمن قرب مطعم أبو ليلى، في الغابات. أين نتائج تلك التحقيقات؟ لا يعول أهل الموصل على هذه النتائج. نحن ندرك جيدا من المتورط في هذه العمليات، هناك متورطين من مكاتب اقتصادية، هناك متورطين من ميليشيات في مدينة الموصل. أهالي مدينة الموصل اليوم مثل بقية المحافظات والمدن العراقية الأخرى تدرك جيدا بأن تلك الميليشيات لا يد في كل ما يجري من أعمال تفجير وقتل، وأصبحت شماعة داعش شماعة قديمة لا يرتكز عليها أي منطق وأي عقل، كون هذا الفصيل الإجرامي انتهى من العراق إلى غير رجعة. طيب، هنالك أيضا من أشار إلى أن يوم غد سترفع شكاوى المواطنين في قضية غرق العبارة إلى الادعاء العام. هنا يعني كيف ستؤول الأمور؟ هل الحكومة جادة فعلا في تعويض الناس؟ ماذا عن المتسبب الرئيسي في هذه الفاجعة؟ لماذا لم يلقى القبض عليه إلى الآن أو لم يخرج إلى العلن؟ المتسبب الرئيسي في فاجعة العبارة هم شركاء عبيد الحديدي وابنه ريان، وهم فوق القضاء. لا يوجد أحد يستطيع أن يمس أي فصيل مسلح في نفس المكان وفي نفس المنطقة. قتل أحد المفوضين وهو صاحب عائلة مفوض منتسب في الشرطة، قتلته الميليشيات في وضح النهار، ونفس الفصيل التي يمتلك الحصة في عبارة وجزيرة سياحية في الموصل، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات. الميليشيات فوق القانون، ولا يوجد أي قانون في العراق يستطيع أن يحاسب تلك الميليشيات، ولم يقدم أحد من قبل منتسبي هذه الميليشيات للقضاء، وكلنا نعرف ذلك بأن الميليشيات قادرة على اعتقال أكبر قاضي. هناك ميليشيات استدعاها أحد القضاة، اقتحمت المحكمة في مدينة الموصل أو في محافظة نينوى في قضاء الحمدانية وأخرجت قائد تلك الميليشيات. إذن من سيتحمل المسؤولية؟ لا، المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الهزيلة التي لا تستطيع أن تقدم شخص واحد مسيء متنفذ من تلك الميليشيات للعدالة في العراق. لا يوجد هناك، بالمناسبة أريد أن أنقل معلومة مهمة، تفجيرات المثنى والمجموعة هذه ثالث أو رابع مجموعة يتم إلقاء القبض عليها، هي ويعلنون أنها المتسبب في تفجيرات المجموعة والمثنى التي حدثت في مدينة الموصل، وكلها ادعاءات زائفة، والدليل بأن كلما يتم إلقاء القبض على مدنيين غير متنفذين يتم اتهامهم بتلك التهم، بينما المتهم الرئيسي والفاعل الرئيسي حر طليق، لا يستطيع أحد أن يمسه بأي شيء. أستاذ زياد، حدد مجلس محافظة نينوى يوم غد موعد لفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ ولنائبيه، لماذا برأيكم هذا التحرك السريع على المنصب بينما أوضاع المحافظة بتدهور؟ أهالي مدينة الموصل ليسوا معنيين بهذا الأمر، هناك خلية أزمة اليوم قامت بعمل كبير في داخل مدينة الموصل وهي تمثل المدينة نسبيا، هناك تحرك لتنظيف المدينة، هناك تحرك لإقالة المدراء العامين الفاسدين في المدينة، لها صلاحيات نسبية من رئاسة الوزراء،
تقوم بعمل كبير الحقيقة في المدينة وتحتاج إلى الدعم. هذه خلية الأزمة يترأسها الدكتور مزاحم الخياط ابن مدينة الموصل، وأهل المدينة ملتفين حول هذه الشخصية، وهي محل اتفاق حاليا لأنها من صلب هذه المدينة. بقية الأمور الأخرى، فتح الترشيح، مزايدات لبيع المنصب وأحد أوجه الفساد، أهل المدينة غير معنيين بها بتاتا. طيب، هناك اتهامات لعدة مسؤولين في الموصل بالفساد، برأيكم هل ستلقى هذه الاتهامات أصداء في المؤسسة القضائية، وهل هل سيتم محاسبة المتسببين بالفساد؟ كل ما كان هناك ضغط إعلامي وجماهيري لإقالة هؤلاء الفاسدين كل ما كان هناك نتائج. اليوم بالفعل تم إقالة 3 أو 4 شخصيات أو هروب بعض شخصيات المدراء العامين الفاسدين الذين لديهم ارتباطات مع المكاتب الاقتصادية للحشد الشعبي. بالفعل تم إقالتهم وتعيين شخصيات أفضل منهم. هناك مستشارين في خلية الأزمة من أبناء مدينة الموصل يعملون بجد وبواقعية أكثر على الساحة، وهم خير ما يقدم خدمة لأبناء المدينة عكس الذين يشترون هذه المناصب، فهمهم الوحيد هو المكسب، وهذه المناصب تشرع وتباع وتشترى عبر مجلس المحافظة وعبر الكتل السياسية الفاسدة التي لها مشتركات مع الفساد في جمع الأموال، السحت الحرام من المشاريع المتلبية أو المشاريع الوهمية التي تدعي أنها تقوم بها في داخل محافظة نينوى ومدينة الموصل. الصحفي والإعلام العراقي الأستاذ زياد السنجري، كنت معنا من فيما، شكرا جزيلا لك.